رجعنا لكم مره ثانيه في استوديو كلام البنات، والنهارده معانا بنتين حلوين، واحده في اولى اعدادي والثانيه في ثالثه اعدادي. قدروا يغيروا مفهوم شرح الدروس المدرسيه بشكل كبير جدا. هما بيعملوا فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بيشرحوا الدروس لزمايلهم، بس بطريقه مبسطه جدا جدا وخفيفه عشان يقدروا يستوعبوا الدروس دي. وكمان اتكرموا في بريطانيا بعد نجاح فكرتهم، فازاي اتكرموا هناك ووصلوا لهناك ازاي، او الفكره سمعت ازاي، ده اللي هنعرفه النهارده من ضيوفي روان اكرامي وايمان اكرامي. ازيك يا روان؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. ميرسي. ازيك يا ايمان؟ طبعا انا يعني بقول لكم الف مبروك على التكريم اللي انتوا اتكرمتوه في لندن. وهبدا بقى معاك يا روان، عايز اعرف منك انتوا بدات امتى الفكره تيجي على بالكم، بداتوا فعلا تنفذوها؟ هي بدات بقالها كتير قوي، لما كنت في رابعه ابتدائي كنا بنحاول ندور على فيديوهات علوم، لان كان اول سنه اخد علوم كان عمري ما خدتها. كنا في رابعه ابتدائي يعني بقاله 5 6 سنين. اوكي. ما لقيتش محتوى عربي كتير بصراحه، فقررنا نبتدي احنا بالفكره. فالموضوع كان بسيط جدا في الاول وما كانش عندنا خبره، كنا بنشتغل بكاميرا موبايل، كنا حتى بنجيب اللابتوب بتاعنا على الموسيقى، ما كناش نعرف ان في كوبي رايتس او اللي هي الحقوق الملكيه بالظبط. فكنا بنشتغل بحاجات بسيطه جدا لغايه حتى ما نجحت الفكره. طب حلو جدا جدا. ايمان انت في سنه كام؟ انتي اولى اعدادي وروان في ثالثه اعدادي صح؟ انتوا شكلكم قد بعض بالظبط، يعني اللي يشوفكم انتوا الاثنين يقولوا انتوا الاثنين في نفس السنه ونفس السن. الفكره بعد ما فكرتوا تعملوها ونجحت مع اصحابكم جدا وبداوا ان هم يستوعبوا الدروس اللي انتوا بتقولوها، بقى ردود الفعل جات لكم ازاي يا ايمان؟ كانوا صحابنا في المدرسه حبوا الفيديوهات جدا وفضلوا يقولوا لي ان استمري انتي فيديوهاتك حلوه جدا وبتاع. كانت كمان مدرسين في المدرسة كانوا برضو قعدوا يقولوا لنا نزلوا تاني واستمروا علشان الفيديوز حلوة جدا، وكنا كمان بنعرضها في السمارت بورد اللي كانت عندنا في المدرسة. ايه ده بجد؟ كان في المدرسة بيسمحوا لكم ان انتوا تعملوا كده؟ ده كان المدرسين كمان هم اللي بيلحوا علينا ان احنا نجيب فيديوهات اكتر ونحطها على السمارت بورد، وكانت انتشرت جدا في المدرسة والناس يعني انبسطت منها. معنى كده ان المدرسين بتوعكم في المدرسة كانوا بيدعموكوا؟ جدا والله. ايه ده، تحيه كبيره جدا للمدرسين دول والله بجد، ان انتوا بتعملوا حاجه يعني تساعدوا بيها زمايلكم وتبسطوا ليهم الدروس وهم المدرسين مبسوطين من ده. لا تحيه كبيره جدا جدا للمدرسين بتوعكم. بتشرحوا ايه بتشرحوا ازاي الدروس بتاعتكم يا روان؟ هي الدروس بتاعتنا في الاول كانت محدوده بس للعلوم، لان هي كانت اول مره اخدها زي ما قلت لحضرتك، وبعدين اتحركنا للدراسات وخلصنا وحده مثلا، وبعدين دخلنا في فيديو هندسه، وبعدين دخلنا عملنا بقى سلسله لغه عربيه، التعبير الوظيفي والتعبير الابداعي وعلامات الترقيم وازاي نستخدمها. لان في ناس مش بتستخدمها ودي بيبقى عليها درجات. دي كانت في منهج اللغه العربيه. أوكي. عملنا سلسله عليها ازاي نستخدمها يعني. طب وانتوا بتشرحوها ازاي في الفيديو؟ انتوا بالكاميرا بتجيبوها عليكم بتشرحوا، ولا ده بيبقى مكتوب وبيبقى محطوط على السكرين؟ لا، احنا استخدمنا اسلوب التلقائيه والطبيعيه. كلميني ازاي مثلا. هو احنا عملنا فيديو عن الموضوع ده، عن تجربتنا وازاي بنعمل الفيديو خطوه بخطوه. ساعات اللي هو بحط نفسي مكان اللي انا بشرح له، هشوف هل هيفهم ولا لا، وبحاول بقى على قد ما اقدر اخلي الفيديو قصير علشان ما يطولش قوي اللي قدامي يتوه او ما يفهمش. فحاولت ابسطه واخليه قصير، ده اولا. ثانيا يعني حاولت ابسط على قد ما اقدر اللي بقوله، ما رغيش رغي كتير قوي. أيوة اللي بقى في الكتاب ملخص، انتوا بتعملوا ملخص لان دي مشكله طلاب كتير جدا، ان بيبقى فيه رغي كتير في الكتب بالذات في الدراسات. أيوة. والتاريخ. فبجيب النقط المهمه قوي. ايوه صح. وبحاول الخص الدرس. انا دايما انا ده على السكرين دلوقتي معانا شرح الفيديو من فيديوهاتكم، ده كان للهندسه. ده هندسه. بتقولوا ايه؟ اشرحي كده معايا بتقولي ده عن إيه؟ كانت انواع الزوايا. الزاويه الصفريه والزاويه الحاده والمنفرجه والمستقيمه والمنعكسه. مين اللي بيعمل الجرافيكس دي يا ايمان؟ احنا ماما كانت بتساعدنا. هي يعني كنا الاول ما بنعملش الجرافيكس دي، طبعا احنا ما كانش عندنا الخبره في الموضوع ده، بس بعدين يعني تطورنا وبقينا نستخدم برامج مونتاج اللي هي كده. دي الزاويه القائمه. ايوه. 90 درجه.
90 درجه. مامتك اللي مامتكم اللي كانت بتساعدكم في الجرافيكس اللي انتوا بتحطوه على الفيديوز بالظبط، وانتوا بتتكلموا بالصوت. حلوه قوي قوي، برافو والله، مامتك دي جميله. ما شاء الله عليكي، عندك بنتين زي القمر. طيب كمان عايزه اعرف حاجه، انتوا كنتوا في الاول بتشرحوا علوم بس، وبعدين تطرقتوا بقى لبقيه الدروس، وبقيتوا بتحطوا نفسكم مكان اصحابكم اللي يمكن مش فاهمين قوي. انا فاكره لما كنت في المدرسه كنت دايما بدور على ملخصات عند البنات الشاطره. صح، الشاطره قوي. فانتوا متفوقات اصلا يعني على طول في المدرسه يا روان؟ الحمد لله. طول الوقت ما شاء الله. وعلى فكره يعني عايزه اقول انه انتوا كمان من بيت فني، مامتكم هي المطربه ايمان العسالي صح؟ لا هي مش مامتنا، هي قريبتنا. هي قريبتكم مش مامتكم؟ لا. طب حلو جدا، يعني انتوا برضو. طب قولوا لي انتوا نفسكم تطلعوا ايه لما تكبروا؟ انت يا ايمان. انا عندي احلام كتيره جدا، انا مش عارفه احدد دلوقتي بصراحه، لان كل يوم ببقى عايزه اجرب حاجات جديده، وببقى عايزه برضو اشتغل حاجات كتير قوي. بس انا نفسي ابقى مفيده للناس واكون ناجحه برضو في نفس الوقت. اكيد، ما هو ده باين يعني من الجواب، باين من عنوانه. انتوا من وانتوا صغيرين بتفكروا في الناس. وانت يا روان؟ نفس الكلام، الانترست بتاعتي بتتغير من فتره لفتره، يعني ساعات بحب الرسم، ساعات بحب مثلا مجال العلوم والاحياء والكلام ده، الاحياء بالذات اللي هو عن جسم الانسان والطبيعه طيب انا دلوقتي عايزه اكلمكم عن حاجه مهمه جدا حصلت لكم في حياتكم، وهي تكريمكم من لندن. كلموني مين المؤسسه اللي كرمتكم في لندن، وازاي جه الموضوع، يعني وصل لكم ازاي الموضوع؟ ابدا بك يا ايمان. المؤسسة اللي رشحتنا ان احنا نتكرم في لندن هي كانت مؤسسة الفنار، وكانت مؤسسة بتدعم يعني الافكار المفيدة. مؤسسة مصرية؟ مؤسسة الفنار موجودة في مصر. كانت بتدعم الافكار البسيطة والمفيدة برضو. ازاي وصلت لكم المؤسسة دي؟ من خلال الفيديوهات اللي احنا بنعملها على النت. على النت بالظبط. سمعت، فلما سمعت وصلت لهم. ايوه بالظبط. اتصورنا وخدنا الصور، او هم خدوا الصور بمعنى صح، وعرضوها في قاعه اسمها جيلد هول في لندن. و جولد هول؟ يب. جيلد هول يب. وهي دي اللي حصل فيها التكريم. واتكرمتوا وسافرتوا واتكرمتوا يا روان؟ هو للاسف ما قدرناش نسافر، بس تعرض لنا تكريم، كان كنا هنسافر بس ما قدرناش. لكن وصل لكم التكريم يعني؟ وصلنا التكريم. الله، دي حاجه جميله جدا جدا، واكيد دي حافز كبير قوي قوي ليكم في ان انتوا تكملوا اللي انتوا بتعملوه. أكيد ده طبعاً. اكيد صح، لسه مستمرين في الفيديوز اللي بتعملوها يا ايمان؟ لسه مستمرين. وفي خطط تانية كمان في دماغنا هنعملها قريب ان شاء الله. احنا خلاص الامتحانات قربت، فيعني المفروض ان انتوا دلوقتي ازاي بتعملوا بقى الموازنه ما بين الامتحانات بتاعتكم والمذاكره، وما بين انتوا تساعدوا زمايلكم من خلال الفيديوز اللي بتعملوها؟ هي الفيديوز اللي احنا بنعملها دي فحد ذاتها مذاكره ليا. عارفه حضرتك لما بيجي يقول لك مثلا في فيديو اشرح لنفسك، هي دي لما باجي اشرح لنفسي وبقى بكرر كتير بعد ما بغلط وكذا شوت، طبعا كل شوت بغلط فيه برجع اعيده تاني، وطبعا ده بيبقى الملخص زي ما قلت لحضرتك، بحفظ الدرس من غير ما بذاكره، فهي دي في حد ذاتها مذاكره ليا. ايوه، انا بجد انا بحييكي جدا، انتوا شاطرين بجد، لانه فعلا الواحد لما بيقعد يشرح لغير هو نفسه المعلومه بتثبت جدا في دماغه. بالزبط. طيب ايه اكتر ماده بتحبيها؟ العلوم. العلوم وروان؟ العلوم والانجليش. العلوم والانجليش. طب هايل جدا، ومامتكم دايما بتدعمكم في الحكايه دي، وبتخليكم تقول لكم لازم تكملوا في الفيديوز اللي بتعملوها. وبابا ما بتفكروش يبقى عندكم بقى الصفحه الخاصه بتاعتكم، عشان الفيديوز دي بقى خلاص تبقى حقوق الملكيه او الكوبي رايتس تبقى ليكم بتاعتكم. هو كان في مؤسسه معينه بتدعمنا، مؤسسة عربية اللي كانت بتدعمنا، وهي كان عندها البروفيشنالز اللي بيدعمونا بالبروجرامينج والسكريبتس، هي السكريبتس بتاعت ماما بصراحة والسيناريوز بتاعتها كل حاجة. هي البوينتس المين بوينتس. فكانت دي بتجيلنا مشاهدات، والدعم كان رهيب. نفسكم تطلعوا مدرسات؟ انا شايفاكم جدا والله معيدات كده في الجامعه ولا حاجه، دكاتره كده ما شاء الله يعني. هو انا بحب الشرح، دي ملكه يعني، فكره ان انت تعرفي تشرحي للغير دي لحد في حد ذاتها ملكه مش موجوده عند كل الناس. هو بعد التعود والكل ده والاعاده وكده تعودنا. هل في صعوبات كده كانت بتقابلكم وانتوا بتعملوا الفيديوز بتاعتكم او حاجه؟ اكيد كان في صعوبات، وكانت بتتحل برضو بالتدريج. يعني في الاول خالص الصعوبات اللي كانت بتواجهنا مثلا الكاميرا، ما كانش عندنا كاميرا احترافيه، كنا بنصور بكاميرا الموبايل، حتى الموبايل ما كانش حديث عشان كنا من سنه رابعه صغيرين. والشغل الفردي ما كانش عندنا حد بروفيشنال، وكنا بنصور في البيت، فكان برضو اللوكيشن ما كانش
بروفيشنال قوي وما كانش الباك جراوند مثلا. طب ودلوقتي؟ لا دلوقتي الحمد لله يعني عندنا كاميرا بدل كاميرا اثنين كمان الحمد لله بنصور بيهم والجوده تمام، وعندنا الكروما اللي هي الباك جراوند الجرين باك جراوند دي، والسكريبتس يعني بقينا بعد التعود والخبره خلاص بقى انتوا شخصيا بقيتوا بروفيشنال. سؤال يا بنات، هو انتوا اصلا من البدايه بتحبوا المذاكره وبتحبوا تذاكروا لوحدكم ولا كان في مساعده من ماما ولا ايه؟ هو في البدايه كان في مساعده من ماما طبعا. كانت بتقعد تذاكر لكم؟ كان في مساعده من وبابا كمان كان بيقعد يذاكر لكم. بس بعد كده من سن كام بداتوا تذاكروا لوحدكم؟ من سنه 5 تقريبا او من سنه 4. من سنه 4 يعني حيو. هي كانت ماما بتساعدني في العلوم بالذات، بس عشان هو ده اللي كنت اول سنه اخده. احلامكم بقى، عايز اعرف احلامكم ان شاء الله، نفسكم توصلوا لفين او المشروع بتاعكم ده يوصل لحد فين؟ نفسي المشروع ده يعني يفيد الناس، دي اكتر حاجه نفسي فيها، لان ده كان هدفي الاولاني، دي كانت البدايه وده كان الهدف، ان انا ما لقيتش المحتوى اللي يساعدني فبدات انا اساعد الناس واساعد نفسي كمان، فده الهدف الاولاني ان يوصل لكل الناس عشان يساعدهم. هل حصل مع في اي تواصل حصل بينكم وبين وزاره التربيه والتعليم؟ حصل ما بيننا وبين اداره التعليم في حدائق القبه. حدائق القبه بس اتكرمنا وخدنا شهادات. خدتوا شهادات؟ وده برضو كان يعني شرف لينا جدا. الفيديوهات بتاعتكم كانت في حدود المدرسه بتاعتكم ولا انتشرت بقى بره وبقى كل الناس؟ لا في كذا شعب اتفرج عليه، يعني في عرب تانيين. كنا بنلاقي رسالات وكومنتس على الفيديوز بتاعتنا. ما هي المؤسسه اللي كانت بتدعمنا مش مصر بس، كانت بتدعم بلاد تانية كمان. والله انا بوجه رساله للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، احنا معانا بنتين زي القمر جمال شاطرين قادرين ان هم يشرحوا الدروس المدرسيه من خلال فيديوز مبسطه جدا بتوصل بطريقه سهله جدا، ويمكن تكون سبب من اسباب التخلص من الدروس الخصوصيه، واحنا عندنا هو ما شاء الله مدرسين كمان بيساعدوهم وبيقولوا لهم كملوا وكده. فانا اتمنى والله انه عندهم الفكره الجديده دي تعمم ونقف جنبهم ونكبر الحكايه وتبقى حاجه بروفيشنال بجد من جهه مسؤوله جهه رسميه. وانا بشكركم جدا واتمنى طبعا من وزاره التربيه والتعليم انها تهتم بفكره جميله زي اللي انتم قدمتوها. شكرا ليكي. ميرسي يا ايمان، ميرسي جدا يا روان. مرسي. روان اكرامي وايمان اكرامي اصحاب فكره الدروس المبسطه السهله للدروس المدرسيه عن طريق فيديوز جميله جدا جدا جدا، وعملت ردود فعل وسمعت قوي مع كل زمايلهم من المدرسه ومدارس طبعا الاخرى. شكرا. وكلام البنات لسه ما خلصش. مدارس بلا تنمر ان شاء الله ده هيحصل قريب جدا، بس ده كمان مشروع طالبات اعلام القاهره هنتكلم فيه على طول بعد الفاصل.